معاهد برضه كلها مع بعض، طبعا في كذا معهد شغال، ميكانيكا، غساله الميه، صناعه القنوات، وفي البيئه كمان. البيئه كمان معانا جغرافيه وبيئه. هنبدا نقول هنتكلم على المساحه المزرعه فعلا. انا عارف ان طبعا زي بس نبدا نحط جزء السمك، جزء الزراعه والطاقه، المنتج الزراعي وانا عملته وتوفير الطاقه في الاخر. اقول طيب ده لو في حاله عملت الكلام ده، طيب لو حاله